الصنيع. فإن الإمام رحمه الله ظل 3 أيام لا يطعم شيئا وقد جاوز 70، ثم استعاروا له أمدادا من دقيق، وبعلمه صنع، غير أنه جيء بالخبز على العجلة، فلما قدم إليه قال: كيف خبزتم بهذه العجلة، أي بهذه السرعة؟ قالوا: يا إمام، التنور في بيت صالح مسجور فخبزنا هنالك. فقال: ارفعوا. فرفعوه، وأمر بالخوخة بينه وبين بيت صالح ولده فسدت، لأن صالحا كان يصله بعض شيء من صلات السلاطين، مع أن الإمام لا يحرمها، حتى إن صالحا أتى فزعا يقول: يا أبت، أحرام هي؟ يقول: لا، ولكنه يتورع عنها رحمة الله عليه.